ارمي نفسك في البحر. ارمي نفسي في البحر لكن مش عايزه اتجوز. طيب ما تزعقيش لحسن يسمعك. قولي لي انت مش عاوزه تتجوزيه بالذات ولا مش عاوزه تتجوزي قطعا؟ مش عايزه اتجوز قطعا. قطعا 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 قطعا. تبقى عبيطه. هما دول عبيطه ومش عارفه مصلحه نفسك. لازم تسمعي كلام طفاه اللي يحبك ويحب لك الخير. يلا يا حشاشه البسي وروقي كده وحصليني على الصالون. لا ما تستني دقيقه بابا هيزعل. اديني قلت لك. عملتي ايه؟ هلبس واخش له. يعني هتتجوزي؟ مش هخليه يرجع تاني هطفشه. يا خبر الخبر. دلوقتي تشوف. بتعمل ايه يا راجل؟ طول بالك. شوف يا سيدي يبقوا 32 جنيه و700 مللي. يا اخويا اشيا رضا. نضيف عليهم جنيه علاوة اجتماعية لما يتجوز تبقى ماهيته 33 جنيه و700 مللي. ضيف عليهم 12 جنيه ايراد حتة ارض في بلدنا. تعال دي ماهيته تبقى فوق ال 45 جنيه. ايوه لكن احنا بنشتري راجل مش ايراد. برضه لازم يطمن عنده حق. ولا حق ولا غيره. اسمح لي دي جليطة. قصدي انت انستنا. انستنا قوي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. امينه بنتي الباشمهندس احمد حلمي. تصرفنا. مبروك على النجاح. نجاح ايه؟ نجاحك في التوجيهية. كنت ادبي ولا علمي؟ لا علمي. لا ادبي يا بابا. ايه؟ ما زي بعض. انا رغم اني درست الهندسة لكن كنت دايما مهتم بالادب والفن. قريت ايه حضرتك في الادب؟ قريت حاجات كتير. قريت حاجة لتوفيق الحكيم؟ طبعا. قريت له يوميات نائب في الأرياف ورقصة المعبد وعودة الروح. أيوه لكن توفيق الحكيم بجانب روايته دي له رسالة أساسية في أدب الفكر. الأدب اللي بيدور حول فكرة فلسفية معينة زي فكرة الزمن في مسرحية أهل الكهف. قريتي حمار الحكيم؟ هو له حمار؟ هو تخيل ان له حمار. الحكمه دلوقتي بيركبوا اوتومبيلات لوكس. انت فاهمه حكيم يعني يا دكتور؟ امال ايه؟ حكيم هي على نيتها. هو اسمه كده اسمه الحكيم. هو النبي يا اخويا كنت فاكره دكتور. قريتي حاجه لطه حسين؟ الايام ودعاء الكروان. بس؟ ما قريتلوش الوعد الحق ولا على هامش السيره ولا قله الفكر ولا شجره البؤس؟ حضرتك قريت ده كله؟ ايوه. قريتي الأدب الجاهلي؟ لا. لازم تقريه لأن طه حسين بالكتاب ده عمل ثورة فكرية أيام ما ظهر. عمل ضجة كبيرة قوي في الوزارة والبرلمان لأنه شرع الشك أساسا للبحث الأدبي دون التقيد بما ورد في كتب السلف حتى الكتب المقدسة. يا صلاة النبي أحسن. ده أنت بحر يا باشمهندس ما شاء الله. الكتب هي الهواية الوحيدة اللي أنا بحبها. أنا عندي مكتبة كويسة قوي هتعجب الأنسة أمينة. هتلاقي فيها إن شاء الله كل اللي يعجبها. بإذن الله بإذن الله. دلوقتي اسمحوا لي. الله ما انت معنسنا. اقعد النبي. هفوت قريب خالص ان شاء الله. طيب يا سيدي مع السلامة. اعتبر المسألة منتهية. انا اكون سعيد جدا. السلام عليكم. اتفضل. انست وشرفت. الله يبارك فيك. هي ايه رأيك فيه بقى؟ باين عليه شاب كويس. يبقى دخل مزاجك. الف مبروك. مقصوف الرقبة اتأخر. زمانه جاي يا عمتي. الجدع قاعد جوه مستني يا بنتي. خدي البسي ده. استني ما تحطش روش احمر شفايف. لازم يعني يا عمتي؟ انا عمري ما بحط روش. هما قالوا فيها ايه؟ خدي اعملي شفايفك. كنت فين يا زيك فين؟ كنت بلف على حبايبك بلمة منهم السيرة اللي شايلاه فوق السندرة واللي مخبيها فوق السطح. بلاش طولة لسان اسكت.
لا ده كتير ده يا عمتي. ابدا ده شويه كمان. شويه ايه؟ ومعقول يبقى عندها كل الذهب ده؟ وانت مالك يا بلسان طويل؟ روح اقعد معاها بدل ما نيجي تنيل اخرى. بس ما تغيبوش عشان مش هلاقي كلام اقولهولك. اخرج بقى. تاخدي ده؟ لا لا بلاش ده يا عمتي بقى. ليكي حق في ده. تاخدي ده؟ يلا يا ست يلا يلا. حضرتك انستنا. متشكر. افتح لك الراديو؟ لا 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 متشكر قوي. ليه؟ ما بتحبش المزيكا؟ احبها قوي. وانت؟ انا موت فيها. شايف حضرتك صداغي ورمين بسببها. ليه؟ حكيم انا بضرب كمانجة وهم هنا مش عاوزين نتعلم مزيكا. يمكن قصدهم انك تكمل دروسك الاول وبعدين تتعلم مزيكا زي ما انت عاوز. لا لا ده مش عاوز نمسك الكمانجة خالص. هو مين؟ هولاكو. قصدي بابا. لا انا هكلمه اول ما هشوفه. ما دام انت غاوي حاجه لازم تمشي فيها على طول. نفسي اسمعك وانت بتضرب على الكمانجه. يا ريت اقدر اضرب لك اي حاجه. تعرف ايه؟ حاجات كتير. تحب تسمع ايه؟ تعرف كونشيرتو دو ماجور بتاع بيتهوفن؟ ايوه ده من اعظم الكونشيرتات اللي اتعملت في العالم. برافو. تعرف دي كتبها بيتهوفن في اسعد ايام حياته، ولو انها كانت ايام سيئه جدا بالنسبه للبلد اللي كان عايش فيها النمسا. كتبها في الوقت اللي غزا فيه نابليون النمسا وكانوا ضباطه الاستعماريين عايشين في نفس البيت اللي ساكن فيه بيتهوفن. قوم يا ولد من هنا. ولد اطلع بره. اهلا اهلا امينه. اهلا اهلا بيك. اهلا بيك. اظن الواد ده مدوشك يا احمد بيه. لا ابدا. تعرفوا علي ده موهوب. انت لازم تساعدوه على انه يتعلم مزيكا زي ما هو عاوز. انت صدقت كلامه؟ ده مهووس بعد عنك. سيبك منه. انت انست ونورت. الله يانسك. انت فيك حاجه صغيره متغيره يا امينه. يا ترى ايه؟ انت حاطه رز؟ ايوه. علشان كده تعرفي مش لايق عليكي. حق مالكش حق يا احمد بيه. ده لايق عليها ونص. انا قصدي ان الجمال الطبيعي دايما احسن، خصوصا جمال امينه. وماله؟ وبرضه لما البنات تحط روج مش عيب ابدا. يا ستي محدش قال عيب. انا موافق. انا ما يهمنيش انك توافق، كفايه انا اوافق وعمتي توافق. خلاص ما دام انت موافقه وطنط موافقه يبقى انا كمان موافق. عشان توافق لازم يكون من حقك انك ما توافقش، وانت مالكش الحق ده. طول بالك عليها يا احمد بيه يا ابني. اصلها صغيره وانا دي موت. حصل ايه؟ عايز يبتدي يتحكم فيا، لكن ده بعده. انا ما قبلتش ان اهلي يتحكموا فيا. حد واحد غريب يستعبدني عشان هيتجوزني؟ ده لا يمكن. ده باين عليه بني ادم وبيفهم في المزيكا. ايه اللي عملتيه ده يا امينه؟ هو فاكر انه هيشتريني؟ يا بنتي مش هيبقى جوزك؟ جوزي اه مش سيدي. هو جوزي الواحده مش سيدها؟ انا ما بقبلش ان يكون حد سيدي، وعشان كده قلت لكم الاول مش عايزه اتجوز. ولازم تفهموه كده، ملوش دعوه بيا ابدا. كل واحد حر في اللي يعمله. الهي يهديك يا امينه يا بنت اسماء ويبعد عنك الشيطان. وكأنها خدامة عنده. عيبك انك بتفهم التضحية على انها عبودية وذل واسر. خطيبك ما كانش غلطان، انت اللي غلطانة. انت كل همك انك تعملي اللي يعجبك من غير ما حد يقول لك كلمة حتى لو عملت حاجة غلط. ده تفكير سخيف هيضيع خطيبك، ولو استمريت على كده هتضيعي حياتك كمان. افهمي كويس، كل اللي بتعمليه ده ملوش علاقة بالحرية. ازيك يا علي؟ اهلا احمد بيه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. امينة لبست؟ انده بنت خالك اوام. اتفضل. اوعى تكون زعلت منها، ده دلوعه ولسه صغيره. لا ابدا ما زعلتش ابدا. اهلا امينه. انا جايب لك هديه صغيره. ربنا ما يحرمهاش منك ابدا. يا ترى جايب لها ايه؟ دي صوابع روج. شفتي ذوقه بقى يا ستي؟ ما قدرش على زعلك جاب لك الروج بنفسه. يلا بينا. يلا اخرس انت. اتفضل تحتيها الاوضه يا عمتي. طيب يا ستي. صحيح. اتفضل.
يروح جنب الاوركسترا، اصله بيحب المزيكا قوي. ياه الدنيا حر موت، انا هقلع البوليرو. لا ده الفستان ده مفتح خالص، كاشف نص ظهرك وكل دراعاتك. ايه مش عاجبك؟ انا شايف ان الفساتين المقفله بتبقى احلى عليكي. اذا كنت حضرتك راجع لازم تعرف ان انا مش زيك. لا مش مساله راجعي ولا مش راجعي، دي مساله ذوق. انا ذوقي كده، واظن من حقي انك تعرفي ذوقي. وانا كمان ذوقي كده، ولازم انت تعرف ذوقي. انا بعتقد ان كل حته زياده تبان من جسم الست بتنقص جمالها. يعني عايز نلبس لك حبره؟ عايز نلبس لك ملس؟ انا ما قلتش كده. مش ضروري تقول، انا هقوم. تقومي ليه؟ انا حره يا اخي، حد شريكي؟ انا هبقى شريكك يا امينه. ما اظنش. ده لو كان واحد غير احمد ده كان قطع رجله من عندنا ويقول غار الجمل بما حمل. بكره يخلصوا منها اجوازا وافرادا. يا ما نفسي اغمض عيني وافتحها والاقي بكره ده جه. اسمعي انا عندي فكره، ما تيجي نقدم معاك جوازهم نجوزها ونخلص منها. اهو ده احسن حل، الهي يخليك ويسعدك. اهلا وسهلا. يعني ما غبتوش؟ قلنا نقعد هنا احسن كده. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. طب ده انا عندي خبر هقولهولك هيروقك ويفرفشك. امشي خش جوه. عندك دلوقتي هيكلم سي احمد عشان يكتب كتابكو الشهر الجاي. انا هخش الجامعه. جامعه؟ يا اخي جامعه لما تجمع عظامك. الا هيتعب قلبك يا امينه يا بنت اخويا زي ما انت تعب قلبي يا رب. لازم اخش جامعه. يا بنت انت فاكره نفسك مين؟ بنت باشا ولا بنت وزير؟ ده انت ابوكي بيتحرق دمه عشان القرشين اللي بتاكلي بيهم. فاكره نفسك ايه؟ جميله؟ الجمال على قفا من يشيل. ياما بنات اجمل منك الف مره ومش لاقيين يتجوزوا. بيتمنوا ضفر الجدع اللي جالك. انا عارفه عنكم فيك ايه. مفيش لزوم للكلام ده يا عمتي، انا قلت لكم اني هخش الجامعه ومش هتجوز الا لما اخلص. يا اخي قال لك كل وتعب السر. جامعه ايه يا اخواتي بس؟ حد يرفص النعمه برجليه يا امينه ويقول جامعه؟ اهدي يا بنتي، ربنا يهديكي. اعقلي لحسن، انا خلاص قربت اتجنن. اهدي انت، واقفه تلغي هنا وكده قاعد جوه. امشي جرب. الله امشي يا بنت. شوف التلامة اتخانقوا يا ست. ليه يا سيدي؟ عشان ايه؟ عشان الفستان الزفت اللي لابساه. عارف حضرتها بتقول ايه؟ ايه؟ لازم تخش الجامعة. جامعة؟ انا البت دي زهقت منها خلاص. اقدر اعرف انت ليه عاوزة تخش الجامعة؟ عشان اتعلم. العلبة في الكتب، مش ضروري تخش الجامعة عشان تقرا اي كتاب. محدش يصدق اني اتعلمت الا اذا كان في ايدي شهادة. عايزة الشهادة تعملي بيها ايه؟ تبقى سلاح في ايدي استغنى بيها عن الناس. حتى عن جوزك؟ جوزي طول ما بيصرف عليا يقدر يذلني ويفرض عليا ارادته يعمل فيا اللي هو عايزه. انا استحملت كتير عشان كنت محتاجه لعمتي وجوز عمتي، ما اقدرش افضل مستحمله طول عمري عشان محتاجه لجوزي. الجواز مش اكل عيش يا امينه. الجواز يعني اتنين بيحبوا بعض وبيثقوا في بعض وعاوزين يعيشوا مع بعض. والراجل ما بيصرفش على مراته عشان يذلها، انما لانه محتاج لها زي ما هي محتاجه له ويمكن اكتر. هما الاتنين بيتعاونوا على الحياه، هو بيشتغل بره البيت وهي بتشتغل في البيت. بتشتغل في البيت خدامه، يطردها وقت ما يعوز ويمرمط فيها زي ما يعجبه. وافرض الحب اللي بتقول عليه ده انت، تعمل ايه للست؟ تفضل مستحمله الهم لانها مضطره تعيش معاه؟ لا، عشان كده لازم يبقى معايا شهاده، ما اضطرش اقعد في بيت مش عايزه اقعد فيه، وابقى حره. وجوزي يفهم اني زي زيه، اقدر استغنى عنه زي ما يقدر يستغنى عني. ويمكن لما يعرف كده يحترمني ويبقي علي. عمر ما راجل احترم مراته عشان عندها شهاده. الراجل بيحترم مراته لانها ست محترمه، ويبقي عليها لانه محتاج لها ولانه سعيد بيها ولانها جزء من حياته. وانت خاسس عليك ايه؟ مش يبقى احسن لما اخد شهاده واشتغل وحط فلوسي على فلوسك ونعيش احسن ما كنا هنعيش؟ انت كمان عاوزه تشتغلي؟ وليه لا؟ شغل البيت كفايه على الست، ده ياخد وقتها كله. يعني عايزني اكنس صوت بخطول النهار والليل؟ كفايه انك تقعدي في انتظار جوزك. الانتظار بيولد الشوق، والشوق بيولد الحب، والحب هو السعاده. اسمح لي اقول لك انك راجل خيالي مش واقعي. اسمحي لي اقول لك انت مش عاوزه تتجوزي. يمكن مش عاجبك، يمكن حط عينك على واحد تاني.
احلف لك ان مفيش اي حد تاني في حياتي، واحلف لك كمان اني عمري ما تمنيت واحد احسن منك. انت في نظري زوج مثالي، لكن ارجوك افهمني، انا قعدت طول عمري مستنيه اليوم اللي اقدر اخش فيه الجامعه، واحلم اني اشتغلت وبقيت حره نفسي، وخايفه لو اتجوزت قبل ما احقق حلمي افضل ندمانه طول عمري وعكني نعيشه اللي اتجوزنا. قول عليا مجنونه، قول عليا مغفله عنيده، لكن ما اقدرش، انا كده. انت تستحق واحده احسن مني. يعني خلاص مفيش فايده، سيب الايام تجمعنا تاني، مين عارف اللي تشوفيه يا امينه، ده حياتك ومستقبلك.